النجم المغربي حكيم زياش يخرج بتصريحات غير متوقعة عقب مباراة المنتخب المغربي أمام منتخب زامبيا وغضبه الشديد أثناء استبداله خلال الشوط الثاني من المباراة. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، فضلا وليس أمرا الضغط على زر اللايك وزر الاشتراك، ولا تنسى تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. النجم المغربي حكيم زياش أبدى اعتذاره للجمهور المغربي بأكمله عن غضبه الشديد خلال استبداله في مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الزامبي أمس. وجاءت تصريحات حكيم زياش كالآتي: أقدم اعتذاري للمغاربة، ما صدر مني ما هو إلا نرفزة ملعب، فأنا كنت أريد الاستمرار داخل أرض الملعب من أجل مساعدة المنتخب المغربي نحو تسجيل الهدف الثاني وقتل المباراة وقتل معنويات اللاعبي المنتخب الزامبي. لن يحدث مني هذا الأمر مرة أخرى. أعتذر أيضا لجميع زملائي في المنتخب المغربي وللناخب الوطني وليد الرجراجي، وأعد المغاربة بأننا سنقدم أداء أفضل خلال مواجهة جمهورية الكونغو يوم الثلاثاء المقبل. نعم، الأداء لا يعجب المغاربة، ولكننا في تحسن مستمر، وعندما نصل إلى حالة الانسجام الكامل سنكون منتخب مرعب لا يستطيع الإيقاف أمامه أي منتخب في القارة الإفريقية.